طيب حتى الآن 12 نقطة وضربة البداية تبدأ الأهلي خامس الدوري فقط. انتبه رياض محرز يتقدم، رياض بيعدي، رياض يتلاعب، ماذا يقول الحكم؟ يشير إلى استمرار اللعب في اللقطة الماضية. عادت إلى ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني إلى كريستيانو، يا رب مبكراً. كريستيانو يسجل أول أهداف في هذه القمة. تلسكا وقام، صوت مستحيلة، تعود من جديد. أين دفاع الأهلي؟ ماذا تفعلون؟ كريستيانو كاد أن يضرب بالثاني. الكلاسيكو يرسل الكرة إلى الخلف، الله على التحضين، تصويبة، لكن الكرة تصل إلى حد. إضافة آخر، والآن يريد إضافة آخر. نشوف ونتابع هذه اللقطة، هذه اللعبة. كرة ثابتة يا تنس، كرة ثابتة، واحد رأسية منتظرة، عرضية، رأسية، متابعة، يا الله، إنه تنسكا. يسجلها الـ94 تنسكا، هدف ثاني للنصر، هدف ثاني للعرب، والاختراق فرانكي تشيه يتقدم. الله تشيه عملة الاهلي الصعبة، فرانكي تشيه لاعب وسط، الهدف الذي يصبح فيه رأس حربة ويسجل. يا للتمريرة من المجحد، شوف كيف فتحوا المساحة، شوف فرانكي تشيه يسجل عندما يغيبون عن ذلك. عليك أن تحضر، سان ماكسيمان يصور، لكن الكل نشاهد ونتابع. يتقدم، الله المتابعة، ولكن الكرة تتخلص. مندي يتصدى لكرة الدون كريستيانو، والكرة تتحول إلى خارج الملعب، رمية تمام، كرة كريس، هذه التصويبة، هذه اللقطة، الكرة تعود الآن هناك، ارميها هناك، بيلعب الكرة إلى سان ماكسيمان، سان ماكسيمان لو عدى، يا سلام يا تنس، على قطع الكرة، على التمريرة، الضغط ينجح، والكرة تعود بعد ذلك يا فيجا، ممكن العرضية، ممكن المتابعة، مستحيلة يا نجامي، من أين ظهر؟ لو عدى، لازم تعدي، لازم تعدي يا رب. يا للركنة، يا للقدم، يا لهدف الليلة، يبرز للأمساك، يبرز للأمساك، تتهيأ والسكون، هناك ركلة جزاء مجانية، تنسكا مجانية، الصافرة الآن رياض، رياض يتقدم، الله، رياض يقلص قمة الرياض الآن ويعود بالنادي الأهلي. 3-2، الرقم 7 في الجولة 7 يظهر ولو من علامة الجزاء. يا للهدف وتوقيته، يا للسيناريو الذي يبدأ، يا ياسلا، كريستيانو يضرب، الله، وراء كل هدف، وراء كل حدث، وراء كل مرمى يتحرك، وراء كل شباك تهتز، وراء كل سيف النصر، سبق السيف الآن، سبق سيف كريستيانو، كريستيانو، أوه، عيدهم، الله، الله، من الاستلام هدف، من الاستلام هدف، فراس البريكان أمامهم، أمامهم، لك
لكن الهدف كل رياض، الهدف كل رياض. هل تسجل هدفا بأقدام غيرك؟ نعم فعلتها يا رياض. توقيت رياض محرز في هذا التوقيت، راسية مستحيل مستحيل. يا كيف اللاعب أن يتخطاها؟ العارضة وقفت معك يا نواف، تعاطفت معك يا عالم.